ناخذوا حوايج الخدمه، لا ناخذوا حتى شيء من ناخذوا يدينا هاي حاله تاع حليله قداش تخلص؟ نخلص 200 ألف ونقصوا لي منهم نخدم 150 في يدي، 150 نخدم في يدي أنا وثلاثة صغار، زاد احنا معانا زاد عائلة ورانا. قصوا لهم تي في وقصوا لهم 200 ألف وجود يقصوا لنا منها 200 ألف. نتاع التقاضي في الاجتماع. الأشخاص اللي موجودين هذوما الكل هما عمال المناولة سابقا. كنا نتبع شركات سامحني كنا نتبع شركات المناولة تم بمقتضى العقد نتاع اتفاقية 18 فيفري تم إلغاء المناولة نهائيا وإدماجنا صلب الصناديق الاجتماعية كيفنا كيف أي مؤسسة عمومية أخرى، لكن ما راعنا أنه يعملون عقد غير محدد المدة اللي اعتبرناه احنا مكسب لنا أنه على الأقل تم إدماجنا داخل في صلب الصناديق الاجتماعية اللي تنضوي تحت وزارة الشؤون الاجتماعية. ما راعنا أنه الـ 537 اللي خصصوها لنا هذه لن تمتعوا فيها بمنح، لن تمتعوا فيها لا ناخذوا جور فيري، معناها تحايلوا علينا في العقد الاول اتفقوا على انه الادماج نتاعنا يتم في موفى 31 ديسمبر، بعد 31 ديسمبر نكونوا اعضاء في معناها نكونوا مدمجين ضمن الصناديق الاجتماعيه، لكن ما رانا انه ياجلوا وقاعدين يماطلوا الى يومنا هذا، لم يتم ترسيمنا، لم يتم النظر في تحقيق مطالبنا، في النظر في عدد الساعات، في النظر في مستويات الاشخاص اللي تشوف فيهم هذوما الكل يخدموا اكثر من اللي يخدموا الموظفين، كسوسوا اعوان الحراسه ولا اعوان البسنه يخدموا نظام 60 ساعه اسبوعيا، ولي فام دو ميناج يخدموا اكثر من 48 ساعه اسبوعيا، في حين النظام الاساسي يقضي انه يخدم الموظف في صلب الصناديق الاجتماعيه 40 ساعه، ما رانا انه القضايا هذه تم تجاهلها وديما تم تدارس وضعيه اعوان الحراسه واعوان البسنه واعوان التنظيف اخر المطالب الى ان تهميشنا حتى اليوم. ما طالبين حتى شيء، نحن فما اتفاق ما بين الاتحاد والحكومه نهايه 2012 يكون الادماج نتاعنا فوريا. يكون الادماج، اليوم عندنا 2 جانفي 2013 ويقولوا لنا عطينا مرحله اخرى. لا ما عادش عطيناهم حتى مرحله، نحن مبطلين الخدمه نتاعنا لا عفا ولا تنظيف حتى يصحونا في الاتفاق ويكون ترسيمنا واضح، الادماج نتاعنا يكون واضح. يسينا من الكلام، يسينا من الكلام، حاجتنا توا. قداش لكم تستناو؟ عامين توا عامين عامين ونحن فما اتفاق هو صبرنا معاهم صبرنا معاهم يا رسول الله، علاش يمهطلوا فينا؟ علاش يصيروا مضحينا؟ شبابهم ما يضحوش. قداش من واحد انتم؟ 1700 ما بين سيناساس وسينات بي اس والكلام. 1700 خدام. الصناديق الثلاثة. علاش يا رسول الله؟ علاش؟ علاش ديما نحن كبش الفداء نحن ديما يضحوا بينا؟ علاش؟ هما عدوا أصل العام نتاعهم رايدينه في ديارهم ونحن قاعدين في القصة، هما وعدونا قالوا لنا نهار 31 ديسمبر طحشوا من المناولة وتكون الترسيمة نتاعهم. أصحاب الشهاد إلى يومنا هذا ما زالوا يشتغلوا أعوان حراسة ولم يتم النظر في وضعياتهم. أنا واحد من الناس نخدم 12 ساعة، لن تمتع وضعيتي معناها بحقوقي الكاملة ونتمتع بحق شيء. أنا عون حراسة نخدم 12 ساعة يوميا، عندي نهارين في الجمعة ساعات يفكوهم لي وقت اللي نعوض سوايع زايدة ونخلصهم بعد 7-8 شهور. قداش تخلص ساعة زايدة؟ ما ساعة زايدة ما عندنا حتى تحديد. نجي ونلقاو الفيش دو بي حاطين لي شهريا من غير ما يحط لي ليزانديميتي من دون نعرف كان ليزامبو اللي باش يقصهم عليا، هكا هو ما عنديش حتى شيء زايد. تطلب كونجي ما يعطيكش، حبوا يزيدوا اعوان قال لك ما نزيدوش، وضعيه الميزانيه معناها وضعيه اعوان الحراسه ترهق كاهل الميزانيه، هل انها وضعيه اعوان الحراسه او نساء التنظيف واعوان البسط هي الوحيده اللي ترهق كاهل الوزاره في حال انه السرقات اللي صايره والسيد العقربي اللي كان سيد بلال عملوا اللي خرج لها في الفلوس وساهم في تهزيل بلال؟ سيد بلال هو الرئيس المدير العام للصناديق للصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه سي ان ار بي اس. اليوم جات في وضعيه اعوان الحراسه وقام بتهميشه، اسكو ان مواطنين من درجه ثانيه ام هذا يعني مش عارف مزيد تهميش الاعوان هذوما؟ يا خويا كان باش تلقوا لنا حل ورسمونا هذايا ما انا طالبين ان نتمتعوا بحقوقنا كامله والا شوفوا حل. انتم عاملين قلهم تنظيم ندوه حول السياسه الوطنيه اللي الفيش دو بي يعطيونا كانش يقصوا لنا هم هذا ياخذوا كان في حقهم هم اللي هي اللي ياخذوها الناس شهريتنا احنا 350 دينار
يقصونا كيف في حق التيكيات، يقصونا في حق لافونس، يقصونا في التيكي ريستوران. بالنسبه لنا احنا باش يعطيونا حقنا سوايع زايده ما فهمناش جمله واحده. هاي الفيش دي بي قدامك كله. هذا البريد 550 انا جايك اللي هي المنح نورمالمون تكون موجوده لنا في 350 دينار مختصلك لان احنا في احسن ساعه يعطيني يعطيني قداش يصير الترسيس تاع الكلام هذيك صورها تاع الكلام هذيك تاع خمس شويه تاع الكلام هذيك نفس كلهم سنه ثلاثة نفس السيستم عبالي اجتماعية الأجر الصافي في الأخر بربي 100 و 100 و 2000 اسكو باش تعيش امرأة عندها صغار وتقري فيهم